كنت تعرف بلي تقدر تشري مشروع جاهز قائم كامل مسقم، اشري المستقبل تاعك خطره واحده. اللي ما يعرفش وما يحبش يتعب روحه، شوفوا الاخوان الكرام، تشري موقع الكتروني، تشري مدونه، تشري ابليكاسيون، تشري اي حاجه بالمدخول تاعها. ندوك نوريك موقع كبير تتهناو هادو اختك من الشركات الوهميه واختك من الامور هذه، تعجب ربعه معك وربعه اصحاب، دير مستقبل تاعك وتاع ولادك. تقدر تشري موقع الكتروني، تشري ابليكاسيون، المواقع كبير بمبالغ كما تحب نتايا، من ادنى سعر لاعلى سعر، وبالمدخول تاعها ومن موقع مضمون. ناكد من موقع مضمون الاخوان الكرام. دوك نعطيكم الطريقه ونعطيكم الموقع، اسمه فليبا، الموقع كبير عالمي معروف كما راكم تشوفوا هنا. هذه واجهه البحث، خصنا نديروا ترجمه بالعربيه باش الناس قاعده تفهم. كما راكم تشوفوا هنايا خانه البحث كما قلت لكم، هنايا اليوتيوب، كاين امازون، كاين ادسنس، كاين شوبيفاي، كاين مدونه، وكاين اداره العلاقات. وهنا واش كاين؟ كاين المواقع هنا اللي فري تاعها، هنا تشوفوا في هذا فيه 100 1400 دولار كما راكم تشوفوا، كل واحد والسومة تاعو كيما تحب. وهنا يحط لك شحال يدخل في الشهر. هنا هذا في كندا، سنغافورة. دوك تحب دير بوز للفيديو اقرا على روحك. هنا في الولايات المتحدة، هنا هذا موقع وساجي واجد، يعني ما تحبش قاعد تعب روحك تشري ديريكت ومو تكمل في النيش، لازم بصح تكمل في النيش اللي راه فيه الخدمة اللي راه يكمل كان يخدم فيها هو كملها، تجيك مسهلة. وكاين في شحال من حاجة قلت لك، كاين في الادسنس، كاين بزاف ويحب خاطرك في الهند، في الولايات المتحدة، ثم هنا ها وهذا يعني. شوفوا ليسونسيال في استراليا، اي حاجه تخطر في بالك راهي كاينه هنايا. هذه بالنسبه للناس سواء ما يعرفش بزاف ولا ما حبش يتعب راسه باش يشري ويدير الدومين، ومن بعد يزيد يشري الاستضافه، ومن بعد يكري موقع ويهبل راسه يشري موقع ديريكت مو ساجي واجد، ديريكت مو بيه بالادسنس تاعو، بيه بكل شيء ديريكت مو يحقق الدخل ديريكت مو. وهناك شوفوا لي بري موم سي سويسرا، شوفوا ها كما راكم تشوفوا، يعني كما راهي مفاعله الربح ودخل دراهم. وكاين امور بزاف سهل هنا كيما راكم تحب انت، كيما يحب خاطرك راه كاين. فهمتوا الاخوان الكرام؟ شوفوا وحدكم وقروا وحدكم، سما باش راح نقرر في بلاصتك انا. ممكن امور بزاف وتقدر تسيليكسيوني حتى البري طايح بري غالي ديريكتومون تفلتري كيما نقولوا حنا، ولا تكمل هنايا هاي من الولايات المتحده. اي حاجه، اي انسان راه مشروع جاهز، مشروع تاع حياته ديريكتومون جاهز. وشنو شرط؟ واحد يكمل في نفس النيش اللي راه فيه السيد هذا مكان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.